سلام البنات، السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في قناتي وفي فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم بغيت نقدم لكم الكريب حلو الشكلاط، كيجي غزال، والرايب بالحام حتى هو كيجي فن ما نقول لكمش. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ها انتم شوفوا، كيتعزل المال تحت والرايب كيطلع فوق. المدة ديالو 3 سوايع في الثلاجة ودغيا كيوجد البنات. وعلى بركة الله، يلا نبداو في التحضير. يلا البنات معايا، على بركة الله. دابا غنبداو بالرايب ديال اللحام. بسم الله. كاين سيدر الحليب، السكر على حساب الذوق، فانيا، جوج فرماجات، والحام هو اللي غيريب لينا الحليب. كيوجد تقريبا في 3 سوايع. المهم نديرو هادشي كامل في الخلاط. بسم الله. السكر على القياس اللي بغيتو نتوما. حامض، فرماج، فانيا، ونخلط. بعد ما خلطناها البنات في الطراب، نكبوه في الكيسان ونخشيو في الثلاجه لمده 3 سوايع، وغيبان لكم الماء تعزل لتحت والرايب يطلع لكم الفوق. عجبني كلاسة الكيسان، ندخلو الثلاجة ما بين ما تقاد وغنوريه لكم ان شاء الله. غندوزو ان شاء الله دابا الكريب ديالنا الحلو ما بين ما توجد لينا الرايب ديالنا. رجعت لكم البنات من بعد ما درت الرايب ديالي كيبرد في الثلاجة ويوجد ونقدمه لكم. دابا بغيت ندير معاكم الكريب حلو. عندي السيترو ديال الحليب، جوج كيسان ديال الطحين، قياس ديال كاس العنبة، فانيا، جوج معالق ديال الزبدة مذوبة، سكر جوج معلقات، وجوج بيضات. على بركة الله غنخلط كل شيء في مورينيكس. الزبدة، الطحين، الطحين حتى هو، درنا السكر، حنا درنا جوج كيسان ديال الطحين، حنا غنزيدو جوج بيضات. المهم كلشي غنخلطو، وفانيا. بعد ما تخلط البنات غيجيكم بحال هكا، هو ما تقيل، ما المهم كيجيكم مسائل كثر. نحاولوا ما تثقلوش. المهم القياس اللي عطيتكم هما اللي غديروا نيشان مضبوطين. غنخليه يرتاح واحد نص ساعه وعاد نبداو ان شاء الله نطيبوه. هاني يعني البنات رجعت لكم. بغيت نوجد معكم لاصوص ديال الشكلاط، كيجي زوين بالنكهه ديال القهوه. ما بين ما خليت الكريب ديالي كيرتاح باش نبدا ان شاء الله نطيب فيه. المهم غنبداو، غندير كاس ديال الحليب، نسكافيه وحده،
كاكاو، مش معلقة ديال الزبدة ولا معلقة، ماشي مشكل. السكر قياس اللي بغيتو، معلقة ونص حتى جوج معالق. الشكلاط قياس الحلوة اللي بغيتو نتوما. هادشي كامل غنديرو فوق البوطة ان شاء الله باش يعقد. هو داك المهم حتى يعقد عاد نخليوه يبرد شوية وان شاء الله باش نزينو بيه الكحك ديالنا. بعد ما يرتاح الخليط ديالنا غادي ان شاء الله نطيبو في الكريب ديالنا. وهي ما ديروا القياس يجيكم رقيق. المقلة ديال المغرير ندير شوية كي وجد بالسربة طيب طيب شي وجد تبان لكم كطيب راه كتنفخ تقلبوها. ما تحمرت مزيان نحيدو راه ساهل حتى نكملو الكميه ان شاء الله كامله. هنعاودو للثانيه ان شاء الله. هاي الاولى لطات بعد ما طاب لينا الثانية ان شاء الله ونبقاو على هاد الحال حتى نكملو العجينة ديالنا او السائل ديال الكريب ديالنا كامل. كتبان لكم كتحمر من الجناب بحال هكا. واحد الجهه راه كتحمر لنا مزيان وحده لا راه كيبقى فيها غير نقيطات. نزيدو التالتة نكمل معاكم واحد ثلاثة ولا أربعة ونزيد تنكمل الكمية كاملة إن شاء الله ونتلاقاو باش منطولش عليكم فيديو بزاف. هيا كتحمر طغيا كيوجد البن طغيا طغيا كيطيب خصك تردو البال معاه باش ما يتحرقش ليكم. هيا تالتة تحضرات لينا فيها طرش الحين غنزيد واحدة أخرى. كاين السائل تقدروا تحيدوا باش تكون غليظه صافي.
قبل باش ما تحرقش ليكم. يطيك يطيب رقيق. هنا البنات رجعت لكم بعد ما كملت الكميه ديال الكامي ديال الكريب، نوريكم كيفاش طريقه الزيون ديال. المهم سهله، اللي عنده الكاوكاو اللي عنده اللوز يدير. المهم انا غندير غير الكوسه بنان. المهم انا غندير غير الشكلاط، بلاصه الشكلاط الزوج. صافي سنكمل الكميه ديالي كامله. معكم واحد ثلاثة قطع قدامكم، تنكمل الكمية ونوريكم طبق تقديم. صافي البنات، المهم تنكمل الكميه ديالي كامله ونتلاقاو ان شاء الله في اطباق التقديم ان شاء الله.